ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا معه يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات يا أيها الكرام فيها توجيه إلهي عظيم إلى منة من منن الله تعالى على عبده المؤمن، هي المنة العظمى التي ما بعدها منة، وهي أن يوجه الله تعالى قلبك للإيمان به والاعتقاد والتصديق بألوهيته ووحدانيته ومن ثم عبادته وطاعته. وضرب الله تعالى مثالا لذلك الشجرة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ قال أهل العلم هي لفظة التوحيد لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة. مثالها قال كمثل الشجرة الطيبة. ما جامع الاشتراك بين هذين المثالين؟ لماذا يشتركان ويجتمعان؟ قال الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة يا أيها الإخوة التي تنبت كما يعرف من يشتغل بالزرع، يقولون إذا كان لها مثلا في السماء طولها متر أو متران فجذورها إذا كانت ثابتة طيبة متقنة بفضل الله تعالى مثلها أو ضعفها في الأرض تمتد. لما؟ لتكون ثابتة لا تتزعزع كأنها البناء الراسخ. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ارتفعت وبسقت ومضت في السماء شاهقة عالية تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. ثمار هذه الشجرة يانعة طيبة لطيفة. جامع الاشتراك بين التشبيه بالشجرة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله أن هذه الكلمة راسخة في قلب المؤمن كرسوخ جذور الشجرة في الأرض، لا تنزع منه أبدا إلا إن نزعت الشجرة من أصلها، فلا ينزع المؤمن إيمانه إلا إن فارق الدنيا على الإطلاق فلم يبق فيه نفس يرتفع وينزل، لا يترك كلمة التوحيد مهما حصل. كمثل هذه الشجرة لا تستطيع أن تنزع جذورها إلا إذا نزعتها من الوجود. ومن ثم أثر كلمة التوحيد الثابتة في قلب الإنسان أنها تنمو وترتفع، فيرتفع الإنسان بها وتسمو شخصيته ويعظم أدبه ويكثر خيره وينتج نفعا عاما لمن حوله بنصيحة وكلمة طيبة وإحسان وصدقة ومعروف يسوقه إلى عباد الله. فذلك مثال الثمر الذي ينتج من هذه الشجرة، وكذا ثمر الإنسان المؤمن الذي ثبت على كلمة التوحيد لا بد أن يكون داعيا إلى الله فيؤتي ثمره أن ينفع الناس بنصيحته بإذن الله. المثال الآخر قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.
هذه الشجرة يبست ولم يعد أحد ينتفع بها، وصارت أوراقها تنزل إلى الأرض فتصيب الناس، ما عدت تظلل أحدا، صارت حطبا لا ينتفع به، لا تثمر ولا تنفع، وهي واقفة في مكانها وذابلة، ينظر إليها الإنسان فيشمئز من منظرها، فهذه لا دواء لها إلا ببترها. مثلها مثل كلمة الكفر والعياذ بالله الذي يشرك بالله تعالى، أو الذي يشتم دين الله تعالى، أو الذي يشتم كلام الله تعالى، أو يستهين بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا صاحب تلك الكلمة الخبيثة كمثل الشجرة الخبيثة. ما الجامع المشترك بينهما؟ هذه الشجرة كل من نظر إليها اشمأز من منظرها، قبيحة، جذورها لم تعد ثابتة في الأرض، منظرها لم يعد يسر الناظرين، هيئتها ووجودها صار عبئا على صاحب بستانها. وكذا كلمة الكفر والعياذ بالله تكون في قلب صاحبها ضلالا وشنارا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا تنتج له إلا أخلاقا سيئة وتعاملا سيئا ينفر الناس منه، فيبتعدون عنه وينصرفون عنه ويأملون أن يزول من الوجود فلا يبقى على قيد الحياة. فهذا الجامع المشترك بينهم. ثم قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية شأن عظيم. قد يقول قائل: لقد أكرمني الله بكلمة التوحيد، أنا موحد ولله الحمد، أنا مسلم، أنا أتشهد كل يوم كذا مرة، فأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بارك الله لك وعليك، كما قلنا تلك هي النعمة العظمى والمنة الكبرى، ولكن أن لك بالثبات عليها إلى الموت؟ من لي ولك يا أيها الأخ الكريم أن نثبت على هذه الكلمة فلا تزيغ قلوبنا في لحظة من اللحظات؟ وإن شاء الله ما تزيغ، يعني أنا بشك بالله؟ لا، ولكن يأتي لك الشيطان في لحظة من اللحظات فيقول: ألم تفقد ولدك؟ إيه والله، ابني راح، قدام عيوني راح. فإذا يقول لك الشيطان والعياذ بالله: فأين لطف الله بك؟ أنت تقول لا إله إلا الله وتعبد الله، أين لطفه بك؟ ويشتغل في الإنسان من هذا المدخل، فيشك الإنسان في دينه والعياذ بالله، وقد تأتيه منيته وهو على هذه الحالة، أو باقي المصائب التي يتعرض لها وهي كثيرة معلومة، أو يدخل عليه الشيطان والعياذ بالله من باب المعصية فيسهل له المعاصي ويزينها في عينه، انظر إلى النساء فيسترخص النظر، ومن ثم الاجتماع بالنساء، ومن ثم والعياذ بالله الزنا، ومن ثم فإذا استرخص ذلك استرخص الخمر مع ذلك، واسترخص الاعتداء على المسلمين، واسترخص واسترخص واسترخص، فإذا استرخص الحرام واستهان به فهو يسترخص ما حرمه ربه. قال أهل العلم: الصغيرة بالنظر إلى عظمة الله كبيرة. وهذا الرجل ما عاد تفرق عنده الحرام والحلال، كله سيان عنده، أفهذا ألا يتوقع في لحظة من اللحظات وقد استسهل الحرام أن تضيع كلمة التوحيد من بين جنبيه؟ يتوقع ذلك كثيرا. لذلك يا أيها الإخوة،
كانت من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور من عن اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أنى لي أو لك أن نحافظ على ذلك يا أخي؟ والله هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا جدا. من أين لي أن أدري أن مصيبة ستحل بي فتهز كياني وتزعزع أركاني وتخرجني عن إيماني والعياذ بالله؟ من أين لي أن أعرف أن محرما سأرتكبه يزينه الشيطان لي فأستسهل به الحرام فأصل والعياذ بالله إلى الضياع والضلال وإنكار الدين؟ ما العلاج؟ قال العلاج هو اللجوء إلى الله تعالى كما سكن الحديث، والآية هنا تشير إليه، يثبت الله، هذا بيد الله. فارفع يديك صباح مساء تقول هذه الكلمة مرددا لها مع سيدنا رسول الله، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وطاعتك. ونحن نقولها جميعا ونرجو الله لنا جميعا ولكل المسلمين هذا، والحمد لله رب العالمين.